تفقد محافظ أسيوط هشام أبو النصر مستشفى أسيوط العام بحي غرب مدينة أسيوط للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تفقد المحافظ أيضا محطة الثروة الحيوانية في بني مر بمركز الفتح لتربية المواشي، حيث تفقد العنابر التي تم تطويرها ودهانها ورفع كفاءتها، ومنها عنبر الأعلاف ومظلات التربية، فضلا عن أعمال تطوير بوابة المحطة، موجها بضرورة الاهتمام بزيادة إنتاج الألبان وتصنيع مشتقاتها.